رباه، ماذا يجري من حولي وماذا يدبر لي ولوطني؟ إنها المؤامرات والدسائس، لعبة المغامرين في هذا العصر. كم أدري كل هذا؟ كم أطوق لسحق هذه الأفاعي التي تتلوى في دهاليز السياسة والحكم، لا لشيء إلا لمآرب شخصية. كم يعتصر الحزن قلبي على ولدي، ولكن الإمبراطورية أبقى. ولن يقول التاريخ عني أني ضحلت بولدي من أجل بلدي، خير لي من أن أوصم بالخيانة والتخاذل أبدا. لن تكون بيزنطة لغير أهلها، وأبدا لن يحكمها إلا المخلصون لها، رغم أنف شارلمان ونيكفور فوكس وكل أفاق المغامر. ولن أمد يدي لغير من يرعى بلدي، ولن أغفر عهد الرشيد أبدا، فالإسلام يمنعه من أن يغفر ذمتي وعهدي. خشيت أن ترحل قبل أن ألتقي بك وأحملك رسالة أخيرة إلى الإمبراطور شارلمان. كنت أحرص منك على هذا اللقاء. لقد بدأت الثورة، ولن يمر وقت طويل حتى تسمع بدخولنا القسطنطينية وإمساكنا بزمام الأمر فيها وإيداع الملكة السجن جزاء لما فعلته بقسطنطين المسكين. هذا فيما يخصكم، فأين ما يخصنا نحن؟ أبلغ شارلمان بأننا نعي الأهداف وراء سفارته إلينا، وأنها تتفق تماما مع أهدافنا. إذن فأنا أعرف ما أنقله إليه. أرجو أن تكون أول رسالة أتلقاها بعد جلوسي على عرش بيزنطة هي رسالتكم أيها النبيل إيكهارد. سأحرص على أن تكون رسالتنا هي الأولى إليك، فتقدم والرب معك. امطري حيث شئت، أنا سوف يأتيني خراجك. صدق الرشيد في قوله، فأينما تغل الأرض فإنه يجبى إليه. ما أوسع وأرسخ ملته. السلام عليك يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. كيف حالك يا بني؟
أنا في نعمة من الله وفضل يا أبتي. ألا تصافحني يا ولدي؟ هذا ما أردت التحرز منه، فقد لوث الطين ثيابك يا أبتي. إنه والله عندي يا بني أثمن من ثياب الغالية وكل صنوف العطور. إن سماحتك يا أبي تملأ قلبي خجلا منك، فلا تغضب علي. ألا تعلم كم أحبك يا ولدي وكم أدعو لك، ولكن ماذا عنك أنت؟ ما ركعت ركعة ولا سجدت سجدة إلا وأنا أدعو الرحمن الرحيم أن يغفر لي ولوالدي. وأنت والدي يا أمير المؤمنين، وأعلم أن برك هو أقرب القربة أتقرب بها راجيا مغفرة الله. فلما تهجرنا يا بني؟ لم أهجركم بل هجرت دنياكم. أترى شبهة حرام في طعامنا وشرابنا يا أحمد؟ معاذ الله، إن الله أظن بخلافته من أن يجعلها في من مطعمه ومشربه حرام. فلما تعافوا غشيان مآدبنا؟ لم أجد طعاما أطيب من كسب يدي. فلما امتهنت أحقر المهن؟ ما في العمل حقير وجليل يا أمير المؤمنين. إنك أطلقت ألسن الناس فينا بمجانبتك لنا. بئس العبد أنا إن كنت سببا في أن يأثم الناس بسببي. اللهم اعقد ألسنة المؤمنين بك إلا عن خير. عد إلينا يا بني، عد يا أحمد، وسندعوك إلى ما تحب. يا أبتاه، أنتم أقوى مني وأصلح، أما أنا فقد خلقت بنفس تواقة ذواقة، فأردت أن ألزمها حدها حتى لا توردني مورد التهلكة. لو كنت قويا مثلكم أو مستطيعا أن أحيا حياتكم دون أن أفسد ديني لفعلت، لكن ماذا أفعل في نفسي وضعفي؟ أنا أعلم أن المتعبد في المدينة حيث زخرفها وشهواتها أفضل درجة من المتعبد في خلاء الفار بنفسه، ولكنها درجات أرادها الله، فدعني ألزم هذه النفس بدرجتها التي لو تعدتها لنفذ عليها الشيطان من الجهات الأربع. تفعل ذلك يا أحمد دون تأثيم لنا أو تكفير؟ معاذ الله، والله إن تكفير المؤمن هو مدخل من أخطر مداخل الشيطان، وأنا أعوذ بالله منه. ما أردت غير النجاة لنفسي، وقد عرفني الله درجتها وقدرتها، وأنا أسألك بحق الله عليك وبمحبتك لرسوله الكريم ألا تجد علي في نفسك أو تغضب مني، لأنك لو فعلت أذهب سدى، فلا تحرمني يا أبتي رضاك. أطال الله عمرك وطيب عملك. هو ابنه إذن؟ نعم، وهو يعمل يومه بدرهمين، يأكل بأحدهما ويتصدق بالآخر. صدق الرشيد فيما قاله للسحابة، وصدق فيما قاله لي. إن الدنيا لهم وهم ليسوا للدنيا. هل يا ترى ستقدر على استيعاب هذا الدرس يا شارل ماري؟ هل عرفت من هذا؟ لا، من يكون؟
إنه رولاي ابن كارلومان. وإلى أين يذهب؟ لم يتبقى لديه من بلاد الفرنجة سوى بريتاني، أظنه يقصدها. وما يفعل هناك؟ العلم عند الله. لأمر ما يقيم شارلمان ابن أخيه على مقربة منا. هيا لنواصل سيرنا. بل تريث قليلا حتى يرحل هو ومن معه، حتى لا يتعرف علي. حتى وأنت في هذه الثياب؟ حتى ولو نبتت لي لحية وشارب. إن بامبلونا عاصمة البشكانس تقع خلف هذه التلال مباشرة. وهذا هو باب الشزري. ولكن لماذا سمي بهذه التسمية؟ يقول القوط من أصل أهل البلاد، مرجع ذلك إلى يوليوس قيصر، قيصر روما، فقد كان عبوره من هنا يوم جاء لفتح إسبانيا. ولهذا نسب إليه؟ نعم. إن هؤلاء البشكونز من الباسك قد اختاروا لعاصمتهم بامبلونا موقعا حصينا كوكر العقاب. إنهم عرق يرفض الانتماء للفرنجة ويفضل بقاء هويته مستقلة. يبدو أنهم سيظلون هكذا أبد الدهر. أرجو أن نوفق في عقد حلف معهم. ستراهم أشد منا ترحيبا بهذه المحالفة. أرسلت اليوم رسولا إلى أبي في سرقسطة. ولما؟ أسأله المجيء إلينا ليحادث سليمان بن أقضان لكي يطلق سراح جدك يا أبي الحسن. إن جدي لم يرتكب وزرا يتطلب شفاعة أحد. هذا ما لا أشك فيه، لكن أيام سجنه قد طالت وهو شيخ كبير. إنما يريد الله أن يزيد في كراماته ويزيد في دينونة من ظلموه، فإصرارهم على معاداته أكبر برهان على خطاياهم. ومن المؤسف أن خوف الظالم من كل صيحة حق لا تنقص ولا تتلاشى، بل تبقى حية داخله ما بقي بداخله إصراره على مواصلة ما يعلم أنه خطيئة في حق الناس. أشك في أنه سيستجيب لشفاعة أبيك، هذا إذا جاء أبوك أصلاً. أما أبي فسيجيء، فأنا أعلمه رقيق القلب، غير أن غشاوة عارضة من غشاوات الدنيا غطت على بصره بسبب الإمارة التي آلت إليه، لكن رقة قلبه لم تفارق. هذا ما أنا على يقين منه. فلنصبر ونرى بما سيجيبه سليمان بن يقظان عن شفاعته في جدي. لقد وعدت عيشونا ومطروحا على لقاء هنا متى جاء أبي، ليكون عونا له على أبيهما. فصبر جميل، والله المستعان. هل عاد الحراس الذين رافقوا رسول شارلمان يا جعفر؟ عادوا يا أمير المؤمنين بعدما أبلغوه مشارف بلاد الروم، ولكنهم رجعوا من هناك بأخبار غير مطمئنة. وما ذاك يا ترى؟ نيكفور فوكس يقود ثورة ضد إيرين وتوشك كفته على الرجحان. نيكفور فوكس، هي الحرب إذن؟ قد يكون نيكفور فوكس مجرد طالب ملك. لا يا جعفر، فأنا أعرف كيف تدار السياسة هذا العالم. إن رسول شارلمان عندما كان هنا قد كان في بيزنطة رسول آخر له، أصابعه لم تحرك الأحداث، لكن الذين أضمروا الأحداث في نفوسهم تشجعوا لمجيئه فهبوا. كأن شارلمان طلب صداقتنا في وقت أراد تهيئة الحرب في الأندلس. تماما، وهو يظن أن انشغالنا في حرب جديدة مع الروم سوف تتيح له العمل هناك دون عائق، فهو في الظاهر إنما يحارب عدوا منشقا عليه. لكن وجود الأندلس في يد المسلمين هو أفضل شيء متاح لنا، فقرب الأندلس من مشارف بيزنطة الشمالية هو لنا لا علينا، ووقوعها في يد الفرنجة مع محاولة شارلمان توحيد الغرب المسيحي هو الخطر الحقيقي
والذي يجب علينا أن نتنبه له. لهذا حرصت على أن أختار الهدايا لشارلمان بنفسي. إنها أشياء ناطقة بعظمة هذه الدولة. وأرجو أن يجيد شارلمان قراءة معانيها ورموزها. علّه يدرك أنه إنما يحاول اللعب، وأنه ليس من حقهم وحدهم إدارة شؤون العالم. أهذا الذي أقدمك علينا يا حسين؟ ما جئت إلا لهذه الشفاعة في هذا الشيخ الذي أطلق حبسه. إنك في سرقسطة، ورغم قربك فإنك تتغافل، وكأنك بمنأى عن دوران عجلة الأحداث التي تبدو وكأن السعارة قد أصابها من سرعة الدوران. سليمان، ماذا تعني؟ أرسل رولان ابن شقيق شارلمان ومحافظ قصر بريتاني رسولا إلي اليوم بأسرع من الريح. كي يبلغك بماذا؟ عن أكبر حشد استطاع قائد عربي أن يحشده في هذه البلاد منذ فتحها. تعني عبد الرحمن الداخل؟ ومن سواه؟ هذا أمر يؤرقنا ولم نغفل عنه منذ اليوم الذي هزمنا فيه جندة بقيادة ثعلبة بن عبيد. ليت الأمر وقف عند هذا الحد. فماذا أيضا؟ تحالف البشكونس معه. علينا أم على الفرنجة؟ علينا بلا ريب. أشك كثيرا في هذا، فالبشكونس لا يرون في غير الفرنجة أعداء لهم الآن. كأنك لا تصدقني. بل لا أصدق رولان. أهذا جزاء من يحذرنا مخافة الوقوع بين شقي رحى، البشكونس من الشمال والداخل من الجنوب؟ وما العمل يا سليمان؟ ها، هذا هو القول. ما العمل؟ نترك الأمور الآن هادئة هنا، ونبادر بالرحيل فورا إلى بريتاني للتشاور مع رولان، وإذا لزم الأمر واصلنا السير إلى بادنبورن للتباحث مع شارلمان نفسه. فالوقوع في أيدي الداخل معناه الموت ولا شيء غير الموت. نعم، خاصة بعدما أرسلنا قائده ثعلبة بن عبيد أسيرا لشارلمان. يا كبير الشرط، أمرك يا مولاي. أين عيشون ومطروح؟ أريدهما ساعة. أحسبهما الآن في داري مع عبد العزيز ولدي. جئني بهما على وجه السرعة فإني سأرحل الساعة. أمرك يا مولاي. إذا أردتم إنفاذ الأمر كما نحب فهيا ندرك أبوينا ونضم أصواتنا لصوت أبي عبد العزيز فنطلق سراح الشيخ. سأنظر من الطريق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه دار أبي الحسن؟ نعم، إنها هي. ادخل يا روكسانا. فأين أبي؟ أبوك؟ من أنت؟ أنا الحسن، وهذه زوجتي روكسانا. أبي، أبوك؟ من أنت؟ أنا خديجة، خديجة يا أبي. خديجة؟ خديجة من؟ ابنتك وحفيدة أبي الحسن. أخطأنا الدار على ما يبدو، معذرة. بل انتظر، من أنت؟ وما هذه الملابس التي ترتديها؟ أنا الحسن، وهذه ملابس راهب. ولما ترتدي ملابس راهب وأنت مسلم في بلد مسلم؟ هذه قصة يطول شرحها، أعدك بأن أقصها عليك متى فرغت. هيا يا روكسانا. قف مكانك، فأنا أعرف من أنت ولما جئت. أمسكه به وبهذه أيضا. إن كنت تعرفني فمن أنا؟ أنت الحسن بن أبي الحسن. هذا حق. فمن تكون هذه؟ حقيقة لا أعرف من تكون،
إنها حفيدة أبي الحسن يا هذا. فمن أنت؟ قلت لك أنا الحسن. هذا الأمر غاية في الغرابة. كنت دائما أدرك أن أمر أبي الحسن ليس أمر جهاد بالكلمة، وأن هناك من ورائه الكثير من الأسرار. فقد دس علينا بعد سقوط أربونا، ولكن بمجيء هذين الجاسوسين ستنكشف أشياء كثيرة. هيا هيا معنا. أودعتم إيرينا سجنا حصينا لا فرار منه؟ في زنزانة تجاور زنزانة ابنها قسطنطين. هذا أفضل على تسمع أن أديه ليل نهار على فقد بصره وفقدهما الملك معا. هل جاءت رسالة شرمان؟ جاءت يا مولاي الإمبراطور. وما فيها؟ تهنئة وتأييد، ومعها رسالة تحمل تهنئة قائد الحرس إيجار. قبل أن نرد على رسالة شارلمان، أكتب إلى هارون الرشيد. وما أكتب له؟ أكتب ما سأمليه عليك. أكتب من نيكفور فوكس إمبراطور الروم إلى هارون ملك المسلمين. أما بعد، فإن التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البيدق، ولسنا مثلها. فرد علينا كل درهم ودينار أخذته منها على سبيل الجزية، وإلا خربنا بلادك ودمرنا حصونك واستخلصناه منك عنوة. ولا عذر لكم في التباطؤ. عجل برسالي هذا الكتاب إلى هارون الرشيد. إن أقبح ما في تصاريف الأحداث هي أنها قد تجعل الكاذب يبدو صادقاً والصادق يبدو كاذباً. وهذا ما وقع لي ولا شيء سواه. لا تبتئس، فسليمان كان لابد سيودعك السجن، ليس لأنك ابني، ولكن لأنك رأيت ثعلبه وهو يقاد إلى بادنبورغ. إن ما يشغلني حقاً هو أين روكسانا. لا تخش عليها، فروكسانا لابد أن تكون الآن في سجن النساء هنا. ألا أحد يخبرنا بما يدور خارج هذه الجدران؟ الحراس لا بد يتكلمون، فمن آفات الظالم أن من يتعاونون معه لا يكتمون له سرا ولا حديثا. وستعلم أين روكسانا وأين سليمان نفسه. وخديجة المسكينة، ليتني علمت بقصتها معك. خديجة شربت مني القوة والصلابة، فلا تخش عليها، فهي ابنة الحسن ابن أبي الحسن. وأين ذهبوا بالرجل الذي ادعى أنه أبي؟ أودعوه مع أبيه السجن، وظنوا أنه سينكره مثلك، لكن المفاجأة أنه ابنه، إنه الحسن حقا. وقد دسسنا من تسمع ونقل إلينا كل شيء. ماذا؟ وينكرني؟ لأنك لست منهم وليس منك. لست منهم؟ فمن أنا؟ ومن أكون؟ أيا من كنت، فقد علمت اليوم أنني خدعت. عبد العزيز، ماذا تقول؟ إن الواحد عندما يشتري حصانا أو فرسا فإنه يبدأ بالاطلاع على قائمة نسبه. أما أنت فزوجة، يتشدد المرء في نسب المطية ويتساهل في نسب الزوجة. ماذا تريد أن تفعل؟ سألجأ إلى رخصة الله، وإن كانت أبغض شيء إلي. الطلاق، أليس كذلك؟ كيف أستطيع إمساكك بعدما ظهر كذب هذا الشيخ علي وعليك وعلى الجميع؟ افعل ما تريد، لكن احذر، احذر من الوقوع في حق جدي، فهذا ما لن أسمح لك به أبدا. جدك ليتك، إذن لما مسني العار. العار؟ يا لها من كلمة.
أنت طالق يا خديجة. فليكن، هذا ما تستطيع إخراجي منه. أما قولك إن أبا الحسن ليس جدي، فهذا ما لا يقدر عليه أحد، فهو جدي وجد كل من هن في سني. أما أنا أيا كنت كما قلت فلن أكون من خارج نسل آدم. أنت الآن أجنبي عني، فلا حق لنا في الخلوة. انصرف انصرف يا عبد العزيز. سأتكفل بمعاشك حتى يخرج من حبسهما. تريد التكفل بي حتى يخرج من حبسهما؟ لا لا عليك، فأنا طبيبة، لقلني جدي كل علمه وما زلت أزاول عملي. إنها علة غريبة تلك التي تعودك يا أماه بين الحين والحين. إنها لا تعاودها إلا إذا كانت مغاضبة لأبي. بعد كم سنة من التغافل والنسيان بدأت تهتم بأمر أمك يا مطروح؟ الآن والآن فقط أدركت أن علتي لا تعاودني إلا إذا كنت مغاضبة لأبي. ولماذا تغضبين منه وهو لم يسئ معاملتك يوما؟ إن الرجل إذا أساء معاملة زوجته يوما فسيسترديها في يوم آخر، وهذا يجب ذلك. أما إذا أساء إلى نفسه وإلى آله وإلى قومه وجلب على نفسه وعلى قومه أشياء لا تحمد، فذلك هو الداء الذي لا يدفع. أبي غير ما تقولين، فأحصي عدد الشعراء الذين امتدحوه وانظري إلى كم قيل فيه. أليس بالشعر ترفع أخبار الناس وبه تخفض؟ بلى، ولكن هل زاد عن الشعر الذي قيل في منوسة؟ بل إنما قيل في منوسة أكثر. والآن ماذا يقول الناس عن منوسة؟ أبي ليس مثل الخائن منوسة، ولن يكون يوما. يا ولدي، ما من أمة إلا وفيها الطيب والخبيث، ومن غير المنطقي أن نظن أننا أمة من الملائكة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خانه العديد من أهله وقومه، وما ذكر أبي لهب ببعيد. ثم لماذا أنا؟ لماذا أنا بالذات أبتلى؟ لماذا؟ إنك تتهمين أبانا بأكثر من اتهامات أبي الحسن له. ما تركت الدعاء له لحظة في صلاتي. اللهم اهدي سليمان بهدايتك. هل تركت له أمره وشؤونه دون تدخل منك حتى لا تعاودك أمراضك؟ أتحسب هذا حلا؟ بل هو أمثل حل. إذن أنتما تظنان أن تدخلي يعتبر من سبيل إقحام نفسي فيما ليس لي بحق. ما أبعدكما عن الإسلام؟ الرجال والنساء شركاء في مستقبل هذه الأمة ومصيرها، ثم إن الدين النصيحة. ما عهدنا النساء تقول قولك. تقصير يعاقبن عليه. إنهن مطالبات أن يكن أعوان الرجال على الحق، ثم إن الساكت عن الحق شيطان أخرس. هوني عليك وانتبهي لصحتك، ولا تحملي نفسك فوق طاقتها، وسأتيك بطبيبة تنظر إلى علتك. جئني بمن يخبرني أين رحل أبوك. ألم أقل لك إن من يظنه الظالم أعوانا له إنما هم في الحقيقة أعوان عليه. بما أخبرك؟ أخبرني بمكان ركسانة وأنها بخير. وخديجة؟ طلقها عبد العزيز ونسب إلي الكذب، وهو إن عقل لأدرك أنه إنما تزوجها لذاتها لا من أجلي، وأني لم أكذب عليه، فهي ابنة الحسن ابن أبي الحسن،
وأنها عندما قالت إنها حفيدتي لم يفدها ذلك في شيء، بل على العكس حملها مشقة سجنهم لي بين الحين والحين. لمقاييس الشرف عندنا بحاجة إلى نظرة واعية ذكية. الشرف شيء مقدس نعم، لكنه أعم وأشمل من حصره في أضيق زواياه كما نفعل. وأخبرني الحارس أيضا بشيء خطير هو أبعد ما يكون عن الشرف بكل مقياس. أخبرني بأن سليمان بن يقظان وأن الحسين بن يحيى الأنصاري قد ذهبا للقاء رولان أمير بريطانيا. إن الأحداث تسرع في خطاها وإيقاعها بأكثر مما كنا نظن. إن غدا لنظره قريب. أما عن استعداد عبد الرحمن الداخلي لقتالكم فهذا أمر لا ريب فيه، وقد أنبأتنا عيوننا بأنه قد جمع لكم حشدا لم يحشد مثله في الأندلس من قبل. لهذا نحن هنا ونريد العون بحشد يفل حشد الأموي الدخيل. نحن لم نتقاعس عن نصرتكم يوما، بهذا أوصانا أبي ومن بعده عمنا شارلمان. لكن الحامية التي لكم هنا في بريتاني لا تغني شيئا. ومن قال إننا سنكتفي بحاميتنا هنا في بريتاني؟ إننا سنعمل على أن تتحرك جيوش الفرنجة كلها من بادنبورن إلى هنا، لكن الإمبراطور قد يريد ضمانا، فتحريك جيش الإمبراطورية ليس أمرا سهلا. وماذا تراه يطلب من ضمانات؟ لن تكون كبيرة، حسبنا أن نذكر له إن وجودا دائما لنا في الثغر الأعلى من الأندلس سيكون ضمانا كافيا. وهذا أمر في صالحنا، فوجودكم سيعني أن كل تعرض لحاميتكم هناك معناه التحرش بإمبراطورية الفرنجة كلها. إننا لا نفكر في صالحنا فقط، ولكن في صالح أصدقائنا أيضا. لكن على أي صورة سيكون هذا الوجود؟ إن صاحبك أمير سرقسطة كثير التشكك يا سليمان. إنني أعرف معارضة من أتولى أمرهم لهذا الوجود، إنما أريد حجة لتبريره. بقاؤك حاكما ألا يكفيك مبررا لأي شيء؟ أستطيع أن أبقى حاكما لأني كتبت إلى هارون الرشيد أستمده، لكني أعرض عن هذا الأمر حبا في الاستقلال. إن الرشيد على وشك الانغماس لأذنيه في قتال مع الروم، فلا تعول عليه كثيرا. لكم ما تريدون، فقط نسارع بتحريك جيش الفرنجة. ليس هذا قراري كما قلت، فماذا نفعل؟ نرحل ثلاثتنا إلى بادنبورن ونقابل الإمبراطور ونبلغه بما اتفقنا عليه. فلما البقاء؟ فلنرحل وعلى وجه السرعة. ضربة موفقة مني وفرصة أكثر توفيقا لرؤية إلدا، إلدا الحبيبة. أنت ترين يا هيلين كيف أحرز إيجهار درجة على زوجي بعدما عاد كل منهما من سفارته. لقد عاد إيجهار بعد أن جعل الساحة في بيزنطة مهيئة وفق مصالحنا. أما النبيل فيكتور فقد عاد ليبث المخاوف في قلب شارلمان من جهة المسلمين، ونصح الإمبراطور نصحا مباشرا بأن لا يعاديهم أبدا، ومع ذلك ما زال راضيا عنه شارلمان حتى الآن. لكن رجال الحاشية كلهم صار اهتمامهم إلى إيجهار، ويأخذون على زوجي أنه عاد من الشرق بهدايا ألقت الرعب في قلب الإمبراطور وشغلته عن كل شيء، وخصوصا الساعة المائية. كيف جعلوها بهذه الدقة؟ تقيس الزمن بساعاته ودقائقه وثوانيه عبر مقدار من الماء في قارورة محددة الساعة، ينحسر الماء عنها فيكون قد مر من الزمن ساعة، وهكذا حتى ينتهي مقدار الماء. هؤلاء ليسوا بشرا مثلنا،
ومحال أن يكونوا كذلك. هذه هندسة لم يعرفها العالم بعد، فأين نحن منهم؟ أين نحن؟ وبعد أن سلم يا محافظ القصر، إن حالة الإمبراطور شارلمان صارت غير مطمئنة، فأبواب البلاط مغلقة عليه بالأيام الطوال ولا يأذن لأحد. يسأل في ذلك النبيل فيكتور، فهو من أحضر هدايا الرصيد. في الأيام الأول كان شارلمان يمسك بالنسيج الشفاف ويضعه على وجهي، أقول عجبا، أضع النسيج على وجهي ومع ذلك أرى كل شيء، كيف بلغ به هذه الرقة الشفافية؟ وبعده صار يمسك بالسميك منه ويتعجب، كيف لانت خيوط الذهب والفضة حتى حاكت خيوط القطن والحرير وامتزجت معها في نسق مزهر جميل. وبعد النسيج هام حبا في الساعة المائية الدقاقة. فماذا يفعل إذن إن رأى الساعة الرملية؟ ماذا؟ وهل صنعوا الساعة الرملية أيضا؟ نعم، إنهم يفكرون في أشياء لا يفكر فيها سواهم، وأنا أدرك أن الهدايا التي حملتها معي هي كلمات رسالة واضحة المعاني أرسلها الرشيد لشارلمان. وهكذا أحبط الإمبراطور من حيث أراد النجاح. وبعد أن سلم إن الفرصة ستضيع منا، وهذا الحلم هو الذي خطط له شارلمان طول عمره وأبوه من قبله. فلنبدأ الآن والرشيد منشغل مع الروم. سأعمل على أن يفرغ لنا ساعة، فادعو لي بالتوفيق. الجواب هو ما تراه لا ما تسمعه. خديجة، خديجة افتحي يا خديجة، خديجة ردي علي، أجيبيني، مهما كان خطأي عرفيني على الأقل لأنك بخير. خديجة، خديجة سأكسر الباب. خديجة، خديجة أين ذهبت؟ منذ أيام أناديها ولم أجيب. والله لا أنا أشأم طالعا من قيس لبنى، طلقها وهو عاشق لها، وقضى بقية عمره وهو يبكيها. أي شيء هذا الذي فعلته؟ هل طلقت خديجة حقا؟ وحتى إن كنت طلقتها فأين ذهبت؟ أين ذهبت خديجة؟ علمت بما فعله عبد العزيز، فأردت أن تكوني معي بدلا من أن تكوني وحيدة، ثم إنني في حاجة إليك بسبب هذا المرض. إن طلاق عبد العزيز لي قد مزق قلبي، فما كنت أنتظر منه فعلا كهذا وفي ظروف كهذه. أستدعي وأوبخه لك؟ لا، كل ما أرجوه هو ألا يعلم مكاني. لن يعلم مكانك طالما هذه رغبتك. لكن إذا خرج جدي من سيعلمه مكاني؟ لا تحملي هم ذلك، فبمقدورنا ترتيب لقاء لك مع جدك. أريد أن أعرف منه حقيقتي ومن أكون.
إن الأيام التي قضيتها وحيدة جعلتك نهبا لذنون لا قدرة لك على احتمالها. كنت أرى حلما واحدا لا يتغير كل ليلة. ماذا رأيتي؟ في الحقيقة لست أدري، أهو حلم يقظ أم رؤيا منام. كنت أراه كل يوم وأنا نائمة وأنا مستيقظة أيضا. قصي علي. طفلة صغيرة أمام بقعة من الدم، لا تدري دماء من هي. ثم أرى قمة موحشة وطفلة ملتصقة بإحدى صخورها ترتجف باكية. ثم لا أرى غير معاناة جدي، جدي أبي الحسن، وهو يحملني على عاتقه ويقطع المسافات بي وأنا أنظر له الطريق. إنه جدي بالصدق أقولها، فما زلت أذكر حمله لي ليس كحلم بل كحقيقة مرت بي. ربما ظننته حقيقة من كثرة تفكيرك في هذا الحلم يا خديجة. ربما، لكن لن يستطيع العالم كله إقناعي بأنه ليس جدي. إن عبد العزيز فيما مضى ألح علي في أن أرحل معه إلى سرقسطة، لكني كنت أرفض. كنت أرفض لأنني كنت أريد أن أكون بجانبه، فكيف؟ كيف لا يكون جدي؟ مصابك والله أكبر من مصابي، فدعينا تواسي إحدانا الأخرى حتى يجعل الله لنا فرجا من هذا الغم الجاثم على صدورنا. إن صحت كل هذه الأخبار فالواجب يقتضي منا أن نتحرك وبسرعة، خاصة وأن عبد الرحمن الداخل باتصاله بالبشكونز قد استطاع وخزنا وبشدة، وقد أدارت بيزنطة وجهها عن الرشيد وطلبه إمبراطورها الجديد برد كل درهم حصل عليه من إيرين. ولو نجح الروم فستعود زعامة العالم المسيحي إليهم لا إلينا كما كنا نرتب. ما أعجب له هو كيف غابت كل هذه الأمور عن رولان. قد يقدم علينا كتابه بعد حين. وما يغني كتابه إن ورد، فإن الواجب يقتضيه أن يسارع ويجتمع برجلنا في برشلونة. إن هذا تقصير غير مقبول منه. قد يرى الغائب ما لا يراه الحاضر، فلا توغر صدر الإمبراطور على ابن أخيه. كونه ابن أخي الإمبراطور كان أدعى لأن يكون أكثر اهتماما. أرى أن الاجتماع قد تحول إلى تهجم على رولان دون مبرر. عزيزتي تيودورا، إن الوجوه القبيحة بدأت تطل في بلاط الإمبراطور، والألسنة الكريهة بدأت تنهش في ولدي علنا. أنا لا أجرؤ على التجسس أو استقصاء ما يدور في بلاط الإمبراطور. عزيزتي تيودورا، سأكون صادقة معك، إن العداوة بيننا مستكنة في القلوب ولا أقدر لا أنا ولا أنت على محوها، ولكن بإمكاننا إهمالها لبعض الوقت والعمل لما فيه صالح ابني وابنتك، فقد ارتبط مصيرهما بإرادة ملكية. إن غضب الإمبراطور على رولان سهل علينا إقناعه بفسخ الخطبة. لا يا تيودورا لا، أتريدين قتل رولان وأنت تعلمين مقدار حبه لإلدا؟ وما صنع هذا الحب غيرك؟ لن تعجز حيلتك عن صنع كراهية تنسيه هذا الحب. أم ضاعت منك قدراتك يا هيلين؟ عزيزتي تيودورا، قد لا يسعدك إن أخبرتك بأن إلدا تحبه أكثر مما يحبها هو. وماذا أفعل حتى أعيد رضاء الإمبراطور على رولان؟
ليس باستطاعتك ولا باستطاعتي فعل شيء، فأنت وأنا نعلم بأن الأمبراطور لا يأبه بنا ولا حتى يطمئن إلينا، وهو ما قربك إلا لاتقاء شر حين كان كارلومان حيا، وهو الآن لا يخشاني حيث لا حول لي ولا قوة، وهذا جعله في غير حاجة إليك. حيرتني مع أنك صادقة في كل ما قلته الآن. اسمعي، قولي لإلدا ماذا تفعل وسأبارك رأيك. من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفر فوكس خبيث الروم.